شاهين وهاش يكفي، شو عم تعملوا؟ وانت كيف تتجرأ وبتجي لهون؟ اللي لشوف شو اللي جابك؟ في حساب بيني وبين وهاج لسه ما خلص، مع انها شغلة قديمة، بس انا هلأ لحتى عرفت فيها ولهيك بدي انتقم من هالحقير. استاذ، هذا الجاهل جاي يعمل مشاكل معي هون، لازم نسلمه للشرطة هلأ. انا اجيت لحتى ربيك من اول وجديد. هات لشوف، احكي لي ليش رحت على بيت سارة وقت كانت لحالها. هذا الحكي مانو صحيح بنوب. صح ونص، وانا عرفت اليوم. نسيت حالك شو عملت هداك اليوم؟ والله لو سارة خبرتني بوقت انك حاولت تعتدي عليها كنت قتلتك بارضك فورا وابت عيونك الاثنين من محلهم. لحظة، شايف استاذ؟ هذا كله كذب وافتراء. انا بحترم سارة كتير، هذا الحقير عم يحاول يشوه سمعتي استاذ. ولك انت مين صلتك علي؟ انت لعبت مع الشخص الغلط. إذا بتفكر بمرتي مرة تانية رح تموت على إيدي ورح خليك تشتهي الموت وقتها، فهمت؟ أستاذ، إذا صدقته أنت رح تعاني كتير، هذا واحد كذاب وعم يفتري علي كمان. بتعرف إمتى رح يعاني؟ رح يعاني كتير وقت يعرف بعلاقتك أنت وشازمة مع بعض. استاذ بترجاك اسمعني، صدقني استاذ عم يكذب عليك، عم يحط الحق علي. استاذ لا تصدقه. وشو بيستفيد اذا عمل هيك؟ لانه بده يشوه صورتي قدامك. معقول ما صرت بتعرفه بعد كل عمايله؟ بس حكيك ما قنعني، وبعدين زاهين ما بيحكي هالكلام اذا مو صح. استاذ انت عم تصدق زاهين الحقير بدالي؟ انا طول عمري وفي لك ولو يا استاذ. هو زوجها لسارة، وما في زلمة بكل العالم بيعمل مشكلة على العلن وبخصوص مرته. اسمعني منيح وهاج، إذا طلع كلامه صح ولو شوي، وقتها ما بتتخيل شو رح أساوي فيك. استاذ أنت فيك تعاقبني كيف ما بدك، بس بالأول بدي إياك تتأكد من شي واحد. استاذ صدقني أنا مو ممكن فكر إذي سارة ولا حتى بأي طريقة.